مشاهدينا أعزاء، السلام عليكم. لا يخفى على أحد أن جميع الأنظمة تدعي ممارسة الديمقراطية، وحتى الأنظمة الملكية والمستبدة تدعي أيضا نوعا من الديمقراطية استنادا على الانتخابات التي تجريها هنا وهناك. وأبرز مصداق لهذه الديمقراطيات الزائفة التي تنتهجها معظم الأنظمة الشمولية في الشرق الأوسط، منها ديمقراطية النظام العراقي السابق الذي كان يجري الانتخابات الرئاسية كل 7 سنوات وينتخب الشعب الرئيس بفارق كبير خوفا من سطوة حزبه وملاحقة أجهزته الأمنية، ويكون المرشح الوحيد للرئاسة في هذه الأنظمة هو الرئيس السابق فقط. فهذه الانتخابات لا يقصدون من وراءها إلا خداع الرأي العام العالمي وإيهام العالم بأنهم رؤساء شرعيون. وكذلك الوضع في إيران التي ابتدعت نوعا من الديمقراطية والتي تعتمد على الانتخابات وما أكثرها في إيران. فالمتتبع للشأن الإيراني يرى كما هائلا من الانتخابات كانتخابات مجلس الشورى ومجالس البلدية ومجلس الخبراء والانتخابات الرئاسية، وتشارك نسبة كبيرة من الشعب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لا عن رغبة أو خيار ذاتي، إنما خوفا من العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها في حالة عدم مشاركتهم. فالمواطن العادي يخشى حرمانه من بطاقة التموين، وطلاب الثانويات يخشون منعهم من دخول الجامعات، والموظفون لا يحصلون على ترقية، والعاطلون عن العمل قد لا تتحقق أمنيتهم في التوظيف في الشركات أو الدوائر الحكومية. وهكذا ترى كل فئة من الشعب يدفعها نوعا من الخوف والحسبان للمشاركة في الانتخابات لكي يحصل على ختم على جنسيته يسهل معاملاته المستقبلية. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، فإن الانتخابات تجري بين حزب واحد دون وجود أي منافس، حيث إن الجهاز الانتقائي لدى النظام المعروف باسم شوراي نقهبان لا يسمح بترشيح أحد إلا لمن أثبت ولائه ووفائه للنظام وانقياده الكامل لمبدأ ولاية الفقيه. أما الأحزاب والتيارات الأخرى فكلها محظورة، ولا يسمح لحزب أو مجموعة سياسية بممارسة عملها السياسي وإعمال الرغبة على السلطة كما تفعل الأحزاب في الدول الديمقراطية في العالم المتحضر. فمنصب الرئيس الإيراني ليس منصبا مستغلا يمتلك خيارات مستغلة، إنما هو منفذ لأوامر وخطط ولي الفقيه لا يحيد عنها قيد أنملة. إذن فكيف لمثل هذا الرئيس أن يأتي بأطروحات وبرامج جديدة تخدم مصلحة الشعب ما دام مقيدا ومحددا في إطار ضيق؟ وكذلك الأمر بالنسبة للنواب المجلس. ولكن الغريب في الأمر، بل المضحك المبكي، أن هذا الرئيس ينصح المسؤولين الأمريكيين بإعطاء المزيد من الحرية للشعب الأمريكي. إنها مزحة حقا أن ينتقد الرئيس الإيراني الحرية والديمقراطية في أمريكا التي أنتجت الوعي الاجتماعي والسياسي عند الشارع الأمريكي، لينتخب رئيسا أسودا بينما الشعب الإيراني بل الشعوب في إيران تعاني أقصى درجات الظلم والاضطهاد ولا تستطيع أن تعبر عن مطالبها، فهي بأمس الحاجة إلى الديمقراطية والحرية التي يوصي بها أحمد نجاد الخارج. فبعد مرور 30 عام من الثورة الإيرانية لم يرى المواطن والناخب أي تغيير ديمقراطي يساهم في تطوير الفرد والمجتمع، بل العكس، لقد فقد الناخب الإيراني إمكانية حصوله على الحرية والرخاء في ظل حكم آيات الحوزة في قم وتجار البازار في طهران.